من أجل آية؟ أيعقل أن يدخل الله سبحانه وتعالى الناس النار ويخلدهم فيها لأنهم خالفوك في فهم آية؟ طيب إذا كان واحد خالف واحد في فهم آية وسيخلد في النار، فلماذا أنا سأدخل النار لأني خالفتك في فهم الآية؟ ولماذا أنت لا تدخل النار لأنك خالفتني في فهم آية؟ يعني أنت لماذا أنت الحجة في الفهم يعني؟ إذا أنت فهم السلف لم تأخذ به الآية، نحن أتينا على فهم ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والبغوي والسمعاني، هذا بالترتيب، الترتيب الزمني. يعني ابن جرير الطبري 310 توفي للهجرة، ابن أبي حاتم بعده 327، ثم أتينا على تفسير البغوي 510 توفي، ثم أتينا على تفسير أبي المظفر السمعاني 562، وكل هذه التفاسير أنت تقول أنها تفاسير سلفية لأهل السنة كذا كذا إلى آخره، تمدحها، ولا أحد منهم قال أن هذا المقصود بالآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مقصود بها الأموات. قالوا الأوثان الأصنام لأنها جماد كما نص ابن جرير الطبري على ذلك. طيب الآن تعالوا إلى تفسير آخر أيضا من التفاسير التي يقول عنها تفاسير لأهل السنة وأنها مثنية وأن صاحبها مثني عليه أثنوا عليه يعني السلفية. الآن عندي أنا تفسير ابن أبي زمنين، هذا ابن أبي زمنين، هذا ترجمته كما ترون هو أبو عبد الله محمد هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى البيري معروف بابن أبي زمنين، متوفى سنة 399، هو فقيه مالكي من الوعاظ الأدباء، سكن قرطبة وله كثير من الكتب، منها كتاب هذا أصول السنة، هذا في العقيدة، يستشهد فيه ابن تيمية، استشهد فيه ابن تيمية في الفتوى الحموية وابن القيم في اجتماع جيوب وفي كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على أن الله على العرش، استشهد بهذا بقول ابن زمانين في هذا الكتاب أصول السنة، يعني الرجل مرضي عنه، مرضي عليه عند ابن تيمية وابن القيم. وهنا عنده كتاب تفسير القرآن، هنا يقول انه مخطوط لكن هو الخاء يعني مخطوط لكن هو طبع والان موجود يعني. وهذا هنا تفسير ابن ابي زمنين، الكلام عليه هذا هو انه هو تفسير انه هو مختصر لتفسير الامام يحيى بن سلام، هذا كلام من اراد ان يقف عليه فليقف. المهم هذا هو تفسير ابن ابي زمنين. طبعا انا عندي على الشامله هنا، هذا هو هنا تفسير ابن ابي زمنين اللي هو موجود على الشامله كما ترون. هنا ماذا قال؟ ماذا قال هنا؟ هنا طبعا في سورة الأحقاف، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني أوثانه، هذه في الأحقاف ليست معنا لكن هي بنفس الموضوع، لكن دائما ينص ابن أبي زمنين أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أوثانه، انتبهتم؟ وضل عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله، ما كانوا يدعون، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي في الدنيا ضلت عنهم أوثانهم. انتبهوا، نحن نريد أن نصل إلى الموضع. والذين يدعون من دونه، يعني أوثانهم، هنا وصل هنا في آية أخرى، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل يا محمد أولو كانوا يعني أوثانهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هل رأيتم أنه قال الأموات؟ المقصود بالدعوة هنا الأموات. ننتقل إلى موضع آخر، أقول أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أوثانهم. وصلنا إلى الموضع المراد،
الآن وصلنا إلى تفسير ابن أبي زمنين للموضع الذي معناه لآية فاطر. ماذا قال؟ والذين تدعون من دونه، يقول للمشركين يعني أوثانهم، ما يملكون من قطمير. هنا يقول إن تدعوهم تنادوهم لا يسمعون دعاءكم. أرأيتم؟ هل قال يعني أمواتهم؟ هل قال بأن هنا الأوثان، وأضاف كلمة أنه هذه الأوثان ترمز إلى الملائكة والأنبياء والأولياء التي كان يعبدوها، التي كانت تعبدها قريش أو مشركو العرب؟ فقط الذين تدعون من دونه ما يملكون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أو يعني أوثانهم. إذن هذا تفسير خامس سلفي انضم إلى التفاسير الموجودة قبل ابن تيمية. وحتى ابن تيمية قلنا لم يذكر أن هذه الآية في الأموات، سبق أن ذكرناها، هو ذكرها في سياق الكلام على المهدي في رده على الشيعة في كتابه منهاج السنة، ولم يذكرها في موضع آخر حسب بحثي أنا على الكمبيوتر في كل كتب ابن تيمية. المهم إذن يعني الآن أنت جاء ابن عبد الوهاب أو حتى حفيده، يعني أنا في ابن عبد الوهاب في كتابه التوحيد لم أجد أنه هو فقط أو سرد هذه الآية، لكن هو طبعا يقصد المقصود بها الأموات، لكن الذي صرح بقى المقصود بها الأموات أحفاده وأتباعه، أنه هذه المقصود بها الأموات والملائكة وما إلى ذلك. إذا في عندنا يعني 10 أو 12 قرنا حتى ابن أبي العز الحنفي لم يسرد هذه الآية أيضا كما قلت. إذا في عندنا 12 قرنا لا لم يفهموا هذا الفهم. يدخل الله سبحانه وتعالى النار، يعني من لم يفهم هذا الفهم الذي أنت فهمته أن المقصود بها الأموات ثم دعا أمواتا، هل تقول لي كيف؟ طيب يا أخي افرض، فمن ففي خلال هذه الاثنى عشر قرنا لم يفهم أحد هذا الفهم الذي أنت فهمته، يعني الآن من خالفك في هذا الفهم ودعا أمواتا يزج في النار ويخلد فيها أبدا. هلا لا تقول لي انه والله في ايات اخرى، لماذا؟ نحن الان نتكلم في ايه، هذه الايه ايه فاطر، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذه انت تقول انه صريحه وقاطعه وبينه والى اخره، انه في دعاء الاموات. نحن الان نحاججك في هذه الايه، لما ننتهي منها نذهب الى ايه اخرى، لما ننتهي منها ننتقل الى ايه اخرى وننظر اين الصراحه في تلك الايه، مع أنه نحن مررنا على الآيات 44 آية التي سردها ابن قيس الأفغاني في كتابه جهود علماء الحنفية، لا يوجد ولا في أي منها التصريح بهذا المذهب أو بهذه التفرقة بين دعاء الميت والحاضر والغائب وما يقدر وما يقدر وما لا يقدر، هذه لا تجدها إلا في كتب ابن تيمية فمن بعد، ومن زعم خلاف ذلك قال من قبل ابن تيمية يوجد هذه التفرقة صراحة في كتب العلماء الذين سبقوا ابن تيمية مهما كان مذهبه فليأتيني بالنص، وحينئذ لا يكون غاية ما هنالك أن ابن تيمية سبقه شخص أو شخصين أو ثلاثة إلى هذا، لكن هل هذا حتى لو سبقه اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، حتى لو أجمع المفسرون على هذا الفهم كما قلنا، هل هذا يكون حجة على الناس؟ هي الحجة التي يعني هي نعم هو الإجماع حجة، لكن نحن نتكلم الآن أن الرسل جاءوا بالبينات لأقوامهم، جاءوا بالحجج الواضحات. الآن هذه الحجج ما هي؟ الحجج الواضحات هي أقوال المفسرين لكلام الرسل، ولا كلام الرسل نفسه حجج واضحات؟ هل تقول لي ما هو أيضا يوجد في القرآن آيات متشابهة وهي يعني هي مما جاء به الرسل، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي القرآن كله فيه محكمات وفيه متشابهات. نحن قلنا سبق أن ذكرنا هذه المتشابهات لا تؤثر على فيما نحن فيه، لأنه نحن نقول، نحن لم نقل أنه كلام الرسل أو
يجب أن يكون واضحا في كل ما يقوله الرسل، يجب أن يكون واضحا لكل الناس. ما قلنا نحن، إنما قلنا ما جاء به الرسل من تحذير، من إنذار، من تحذير وإنذار لأقوامهم في أن ما يفعلوه، في أن من إنذار لأقوامهم في أن هذا الذي يفعلونه سيوردهم النار، هذا الشرك الذي يفعلونه، هذه المنكرات التي سيفعلونها سيوردهم النار ويخلدون فيها، أو سيوردهم النار فيما سوى الشرك إن لم يعفو الله عنهم. هذا يجب أن يكون واضحا، يعني يجب أن يخاطب الرسل الناس بكلام واضح أنه هذا فعل شرك، هذا فعل حرام، هذا كذا هذا كذا، لأنه هذا يترتب عليه دخول النار. يعني هذه مسألة خطيرة، لما سيدخل النار ستسأله الملائكة، سيستصرخ من النار كما قلنا، قالوا قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من عذاب، قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. إذن ليس لهم حجة، هم دخلوا النار وفعلوا ما فعلوا وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الذي فعلوه لا يجوز، أو هذا الذي فعلوه كفر، أو هذا الذي فعل شرك، أو هذا الذي فعله حرام لا يجوز. إنما نحن الآن نتكلم عن أما قضية الآيات المتشابهة والمجملة وإلى آخره، هذه لا تؤثر، لأنه الناس لن يدخلون النار، لن يدخلوا النار لأنهم لم يعرفوا معناها أو أخطأوا في فهم معناها. هذه قضية أخرى، هذه الناس ستسأل عن ما أمرهم به الرسل وما نهوا عنه بأمور واضحة، في 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 بتكاليف واضحة، بعبارات واضحة إنه افعل كذا ولا تفعل كذا، هل نفذوا هذا أم لم ينفذوا. أما قضية بقى ما تكلم به الرسل أو ما جاء في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل من آيات أو أمور لم يعلم معناها كل الناس أو أخطأوا في فهم معناها بعض الناس، هذا شيء أمر آخر هذا. لكن الآن أنت تقول أنه يدخل النار كل من خالفني في هذه الآية ودعا ميتا، يعني إذن 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 كان المفروض أنت أن ترسل رسولا، يعني المفروض بقى الآن 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 الآية، لأنه الآية 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 بمفردها لم تفد هذا الحكم الذي أنت فهمته. لو كان ما فهمته حجة أحد أمرين، إما أن ينص الله عليه صراحة حتى لا يبقى عذر لأحد، أنه يا أخي أنا حتى لو قال لهم الملائكة طيب كيف أنتم تدعون الأموات، أليس فيه آيات في القرآن صريحة تدعو إلى تجعل هذا شركا، قالوا لهم اتلوا علينا ما هي هذه الآيات، لو كان فيها آيات صريحة في القرآن أنه لا تدعو أمواتا أو من دعا الأموات فهو مشرك، تلوا عليهم لتلوا عليهم الآيات، تلا الملائكة على أهل النار هؤلاء الذين دخلوا النار من أجل دعاء الأموات، تلوا عليهم الآيات فانقطعت. أصلا هم لا ليس بحاجة أن يتلوا عليهم، ليس بحاجة أن يتلوا عليهم هذه الآيات، لأنه ساعة إذن حين إذن في يوم القيامة الناس ستعلم أنها دخلت النار وهي مستحقة للدخول إلى النار، لأنهم يعلمون أن ما جاء به الرسل بينات وأمور واضحات وهو إلى آخره، فخالفوا ودخلوا النار. لكن ماذا خالفوا؟ أمور بينة واضحة لا يمتري فيها أسنان، لا ينطح فيها عنزان، مش أمور فاهمة منها ابن عبد الوهاب وابن تيمية سيأتي بها الناس يحاسب على أساسها يوم القيامة. إذن لقال الناس لولا أرسلت إلينا ابن عبد الوهاب وابن تيمية رسولا، طالما أنه هو فهمهم لهذه الآيات هو الصحيح ولم يفهمها. نحن نتكلم طبعا دائما نعود ونقول نرجع ونقول نحن نتكلم الآن عن آية فاضل حتى لا يجي أحد يشوش علينا يا أخي وين أين ذهبت وما أنت بمسمع من في القبور، أين ذهبت في آيات أخرى الكثيرة التي تدعو تنهى عن دعاء غير الله. دعونا في هذه الآية حينما ننتهي سنتكلم على تلك. هنا الآن هنا فإذا نرجع إلى قضية المحاجة،
بين الملائكة وبين أهل النار. نتكلم عن افتراض أن هؤلاء الذين دخلوا النار، عن أن هؤلاء الذين دعوا أمواتا دخلوا النار وخلدوا فيها أبدا والعياذ بالله. الآن سيقولون ربنا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، سيجيبونهم. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، الآية هكذا. لكن لو أن المقصود بها مثلا هؤلاء الطائفة مثلا الذين طبعا الذين سيدخلون النار أصناف وألوان وكذا وإلى آخره، نتكلم عن هذا الصنف. لو أن هذا الصنف سيدخل النار، هذا الذي دعا أمواتا سيدخل النار خالدا فيها أبدا، لقالوا لهم لا 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 لما صدقت هذه الآية. لو كان المقصود هذا الصنف لماذا لم تصدق حينئذ؟ لأنه حينئذ قالوا لهم لو لكان الحوار كالتالي، سيقول لما يقولون لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، سيقول لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، سيقولون وأين هذه البينات؟ سيقول لهم نحن دخلنا النار وخلدنا فيها من أجل الدعاء من الأموات، هذه هي تهمتنا وهذا هو ذنبنا وهذا هو كفرنا وشركنا. تمام. الآن أين هذه البينات التي جاء بها الرسل أو جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء بها القرآن على أن هذا شرك؟ الآن دعونا نفترض أن الملائكة سيجيبونهم بإحدى هذه البينات التي أنتم تقولونها أنها آية بينة، اللي هي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، أنتم تقولون أن هذه آية بينة واضحة كما نص الألباني أو قيس الأفغاني وهو غيره، أن هذا المقصود بها الأموات. تمام. هلا في ناس تقول أنه من الإخوة السلفية أنه هذه عامة، الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي كل من يدعون من دونه لا يملكون من قطمير، فإذا والأموات داخلة. أولا هذا احتجاج بالعموم، والعموم عند الجمهور ظني الدلالة، هذا الشيء الآخر سنأتي عليه عند الأصوليين. ثاني شيء أنه أنت نفسك لم تأخذ بهذا العموم، لأنه أنت تستثني الحي فيما لا يقدر عليه، تستثني الحي فيما يقدر عليه، تقول يجوز دعاءه. وسنأتي على هذا الاستثناء في هذه الآية للإخوة السلفية، ننص على أنه هذا مستثنى. إذن الآية لا، أنت لم تأخذ بعمومية، فلا تقول العموم المقصود هنا، أنا أقول بالعموم ولا أقول بخصوص الأموات. المهم، فإذا أنت تقول الآن حصل كلامك المقصود بها الأموات والأحياء، الأموات والغائبين. الآن هذا لو تلو تقول أنه هذه الآية بينة قاطعة في أن المراد بها الأموات والغائبين، أنه وأن دعاءهم شرك بدليل قوله تعالى في آخر الآية ويوم القيامة يكفرون بشرك. لو افترضنا أن هذه الملائكة الكرام تلوا هذه الآية، قال نعم جاءتكم رسلكم بالبينات، أولم يأتكم في القرآن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم. الآن ماذا سيجيب هؤلاء الذين في النار؟ سيقولون لهم طيب أين الآية البينة هنا؟ أين البيان هنا؟ أين الوضوح والبيان في هذه الآية أن المقصود بها الأموات؟ إذا كان يعني هذه التفاسير الخمسة، يعني هذه أنا ذكرتها هنا، ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن زمنين والبغوي والسمعاني إلى القرن السادس، السمعاني توفي سنة 562، حتى ابن تيمية قلنا لم يقل إنها في الأموات، إلى ابن عبد الوهاب، وحتى ابن عبد الوهاب لم يقل إنه مقال أحفاده. أنا لم أبحث في كتب كل ابن عبد الوهاب، الآن في عندي مشكلة في الشام بالنسبة لكتب ابن عبد الوهاب، لكن أنا سأحملها وأبحث فيها. لكن أنا بحث في كتابه التوحيد فلم يذكر إنه هذه في الأموات صراحة، لكن هو معروف إنه هذا مذهب، لكن الذي نص صراحة إنه أحفاده وأتباعه. الآن سيقول لهم هؤلاء الذين دعوا أمواتهم في النار، طيب إيه هذه الآية؟ 10 قرون لم يفهم منها هذا الفهم أن المقصود بها، يعني أن المقصود بهذه الآية الأموال. يعني لو فرضنا أن هذا الفهم هو الصحيح، طيب هذا الفهم لم يفهمه أحد 10 قرون على الأقل، إلى أن جاء أحفاد بن عبد الوهاب وأتباعه.
إيه طيب إيه لولا سيقول له لولا نص الله سبحانه وتعالى على الآية في هذه الآية أو في غيرها صراحة، يعني لولا سيقول لهم لولا نص الله في هذه الآية فقال إن تدعوا الأموات لا يسمعون دعاءكم، إن تدعوا الغائبين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لولا قال هذا صرح بذلك لكان رحمنا، لا سيما أن القرآن رحمة، لا سيما أن القرآن هدى، لا سيما أن القرآن شفاء، وهذا جاء في آيات كثيرة جدا جدا. أنا أتلو عليكم بعضها. هذا هنا الآن هنا ماذا يقول؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن القرآن رحمة، قرآن هدى. هنا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب أين هذه البينات؟ أين هذه الهدى، البشرى، النور؟ أين في هذه الآية؟ أنتم تقولون أن هذه الآية آية قاطعة، نحن نناقش على ضوء هذا الدعوة، على ضوء هذه الدعوة أن الملائكة معنى ذلك يجوز لهم أن يحتجوا بها على هؤلاء الذين دخلوا النار، لأنه أنتم تقولون آية بينة، سنفترض ذلك. طيب أين البيان؟ سيقول لهم أين البيان في هذه الآية؟ أين قطع الحجة؟ أين إذا كان 10 قرون أو 12 قرن لم يفهم هذا الفهم، كيف تقوم علينا به حجة؟ إذا الحجة في كلام أحفاد ابن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب أو في مذهب ابن تيمية. فلولا أرسل الله إلينا ابن تيمية، يعني رسولا أو ابن عبد الوهاب أو أحفاده، ليبين لنا، ليتلو علينا هذه الآية ويبين لنا معناها. أو لماذا لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هذه الآية أن المقصود بها الأموات؟ لا سيما أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهنا ماذا قال أيضا؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب لا، القرآن بيّن أن هذا المقصود به مع المقصود بها الأموات، مع أنه القرآن تبيان لكل شيء، ولا السنة بيّنت، يا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه عنه تفسير أن هذه الآية مقصود بها الأموات، بدليل أنه بحثنا نحن في تفاسير بالمأسور التي تورد، أول ما تورد تورد التفاسير المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تروي تفاسير الموقوف على الصحابة ومن بعدهم من التابعين واتباعهم. وهذا رأينا تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي زمني البغوي السمعاني، كلها لم تذكر لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم المقصود بها الأموات. طيب كيف تقوم بنا عليها؟ كيف تقوم بهذه الآية على كيف تكون هذه الآية إذا بينة واضحة؟ إذا كان لا هو القرآن بين معناها، ولا طبعا بين معناها يعني بآية أخرى مثلا على الأقل. الآن ستقولون أنه والله ما هو بين في آية أخرى، إن لا 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 وما أنت بمسمع من في القبور، أو في آية أخرى سنأتي عليه. لكن هو حتى لو سلمنا سيكون البيان بمجموع آيات، سيحتاج بقى إلى رجل يجمع هذا النص مع هذا النص إلى، ليس لا يوجد فيها آية واحدة صريحة، يحتاج إلى حنكة وذكاء وتجمع هذا النص مع هذا النص، وهذا صار اسمه إجماع عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وتفسير ومجمل ومبين ومفسر ومفسر، هذا يحتاج إلى علماء، والذي قامت تقوم به الحجة لا ليس من هذا النموذج، ليس بهذا الصفة الذي تقوم به الحجة على الناس، هو الكلام الواضح السهل البين الذي الذي يستوي في فم العالم والجاهل والقاصي والداني والخاص والعام وإلى آخره، لأنه جاء في آيات كثيرة واضحة صريحة متواترة. الرسول بقي طول عمره يدعو إلى هذه، يعني أركان الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها تقريبا كل يوم، كان يكررها كل ما سنحت الفرصة
التي عليها مدار الإسلام، والتي يدخل بها، التي فيها دخول النار خالدا فيها، التي هي معلوم من الدين بالضرورة، يعني من أنكرها أدخل النار، أدخل في النار خالدا فيها، هذه كانوا يكررها دائما. أما السنن والواجبات التي لا يترتب عليها دخول النار خالدا فيها أبدا، هذه ما كان يكرر، هذه يقوم بها الحجة، تقوم الحجة بخبر الواحد فيها. لكن طبعا حينئذ لا تقوم به الحجة إلا إن بلغه الخبر أنه وجده وقامت عليه، قامت به الحجة عليه، ولم يجد له معارضا أو مخصصا أو إلى آخره، الأمور المعروفة بين الفقهاء والمجتهدين لا نطيل في شرحها. فإذا الآن لا الكتاب بين هذه الآية، ولا السنة بينتها، ولا الصحابة ولا التابعين ولا المفسرين ولا أحد، حتى جاء تقريبا حفيد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله بن عبد محمد بن عبد الوهاب، قال أنه في كتابه تيسير العزيز الحميد هذا المقصود بها الأموات والملائكة من الأنبياء كما رأينا. وسنرى كثير بقى من الأخوة كثير من الأخوة السلفية المعاصرين قالوا أنه هذا المقصود بها الأموات. طيب آية لم يطرق أحد، لم يفهم منها أحد خلال 12 قرن، آية لم تخطر، لم يفهم أحد بهذا الفهم الذي فهمه السلفية المعاصرون أو أحفاد بن عبد الوهاب لمدة 12 قرنا، لم يفهم هذا الفهم. يدخل النار الله، يدخل النار من لم يفهمها هذا الفهم ودعا أمواتا. هل أنت الآن ستقول لي إيه طيب يا أخي دعا أمواتا، إيه طيب لماذا يدعو أمواتا؟ افرض أن هذه الآية لا تدل على أن دعاء الأموات هذا يعني الشرك، طيب هو لماذا يدعو أمواتا؟ أين النص الصريح الذي أتاه حتى يدعو أمواتا؟ تمام، هذه مسألة أخرى. الآن أنت تتكلم بقضية أخرى، أنت تقول الآن يا أخي نعم هو القرآن لم يأتي فيه آية تمنع دعاء الأموات بصراحة، لكن هذا لماذا يدعو أمواتا؟ هل وجد آية صريحة تدعو أمواتا؟ نعم، لكن هل هو يقول أن دعاء الأموات واجب وركن من أركان الإسلام، ومن لم يدعو أمواتا فهو خالد في النار؟ لو قال هذا القول تقول تعال من أين تأتي بهذه الدعوة؟ هذا الذي لم يدعو أموات سيخلد في النار، أين الآية في ذلك؟ أتيني بآية أنه من لم يدعو أمواتا سيخلد في النار، سأحاسبه مثل ما أحاسبك الآن تماما. أنت الآن تقول من دعا أمواتا سيخلد في النار، اعطيني الآية الصريحة في ذلك. الآن هو إذا قال من لم يدعو أمواتا سيدخل النار ويخلد فيها، تعال كمان سأقول له أعطيني الآية الصريحة في ذلك. لكن إذا كنت أنت بقى تزعم أنه دعاء الأموات ليس مشركا، هو يعني كبيرة أو شرك، أو هو كبيرة أو يعني حرام، وهو قال يعني أنا لا أزعم أنه واجب، أو أزعم أنه مندوب لبعض الآثار التي وردت مثل الحديث يا عباد الله احصوا واحبسوا، هنا الأمر المشكلة تكون بسيطة بقى. المشكلة بسيطة، لأنه لا أنت تزعم أنه هذا الفعل يخلد في النار، ولا هو يزعم أن عدمه يخلد في النار. الآن نتكلم بالحرمة، بالندب، بالندبة، بالندب، بكذا، هذه أمور بقى يعني تعتبرها مثل باقي المسائل التي يختلف فيها الفقهاء، هذا قائل بالحرمة، هذا قائل بالندب، هذا قائل بالإباحة، هذا قائل بالكراهة، يعني هذه أمور لا ليس فيها كبير شأن يعني. أما الأمور التي يكفر بها هذه يجب أن يكون فيها أدلة صريحة صحيحة كثيرة متواترة مع واضحة وضوح الشمس، لا يمتلي فيها أسنان، مش ما لا يمتلئها فيها اسنان من اتباع ابن عبد الوهاب، لا يمتلئ فيها اسنان من كل المسلمين. هكذا الامور المعلومه من دين الضروره، مثل الايمان بالله، ايمان بالرسل، ايمان بالملائكه، ايمان باليوم الاخر، هذه ما يختلف فيها اسنان. الايمان بالاقام الصلاه، اداء الزكاه، الحج، الزكاه، هذه ما حرمه الخمر، حرمه الزنا، حرمه القتل، حرمه الربا، هذه ما يمتلئها، لكن ممكن يمترون في تفاصيل هذه المحرمات كما سنعلم بعد قليل.